بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الثالث لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية لشعبة المحاسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتعرف مع بعضنا البعض عن ما تعرفنا عليه في المحاضرة الماضية من عملية فروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية. آمل من الجميع التركيز معي حتى نفهم هذه المحاضرة بشكل الجيد. في المحاضرة الماضية هل تعرفنا على عملية توليد النقود يا أخوان؟ توليد النقود، توليد الودائع، مضاعف الودائع والزيادة المالية في الودائع. سنتعرف عليها اليوم بمشيئة الله تعالى. تعتبر مهمة جدا، وذلك شرحناها لكم صح؟ الأسبوع الماضي. بيان حضرت معنا الأسبوع الماضي؟ شرحناها بشكل مفصل حتى. ما تذكرون شرحناها، زيادة الإجمالية في الودائع، الوديعة المشتقة، بعض الودائع، كم على البنك أن يحتفظ به وكم على البنك التصرف به. نعم، المسائل الحسابية. نعم، طيب اهتموا لي فيها اهتمام كلي، لأن تعتبر مهمة جدا، وسيأتي منها من خمس يعني من 10، ممكن 10 إلى 15 سؤال من 40 سؤال ستأتي من هذه المسائل الحسابية. آمل من الجميع الاهتمام بها، انظروا لها دقيقة أو دقيقتين حتى في حال لحظة أي سؤال عنها نقوم بالإجابة عليه ما يتعلق بالمسائل الحسابية. طيب يا اخوان، احد عنده اي سؤال فيما يتعلق بالمسائل الحسابية؟
قبل أن نستمر للحديث عن الفروق الجوهرية بين الفلك الإسلامية والفلك التقليدية. إذن واضحة ها؟ يا اخوان طيب نواصل اذا الحديث عن المقارنه بين البنوك التقليديه والاسلاميه. ذكرنا في المثال الاول ما يتعلق بالتعامل بالفائده بالنسبه للبنوك التقليديه مع البنوك الاسلاميه العامه. ايضا البنوك التقليدية تقتصر أغلب أعمالها على الاقتصاد النقدي المتمثل في الأمور البيع والشراء في الأمور المالية مثل الأسهم مثلا نقلها من شخص إلى آخر عملية السندات كذلك عملية الديون. بينما البنوك الإسلامية كما ذكرنا في الأسبوع الماضي العمليات الإنشائية من مشاريع جديدة وما شابهها. أيضاً عملية التعامل بالصرف العملات عند رغبتك باقتناء جنيهات بدلاً من الريالات البنوك التقليدية ممكن أن توفرها لها فوراً وممكن إيش آجلاً. بينما البنوك الإسلامية فإنها لا تتعامل ببيع العملات الأجنبية إلا فوراً نحالاً المجلس. أيضا البنوك التقليدية تتعامل بالديون النقدية بينما البنوك الإسلامية تتعامل بالديون التجارية. وبهذا ممكن تعريف البنك الإسلامي بأنه البنك الذي يتضمن عقد تأسيسي ونظامي الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة بالكلية. يعني لا تتعامل بالفائدة مطلقا، لا تتعامل بالفائدة مطلقا. ما هي الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية؟ ما هي الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية؟ تقدم مجموعة من الخدمات مثل عمليات فتح الحسابات الجارية تقوم بفتحها البنوك الإسلامية، أيضا بعمليات فتح الحسابات الاستثمارية ولكنها تشرك العميل بالربحية والخسارة بناء على ربحية وخسارة البنك كذلك. أيضا بعمليات إصدار البطاقات الائتمانية وما هي البطاقات الائتمانية المتمثلة ب الجاري المدين على أن يسدد العميل المبلغ في خلال 45 يوم، وفي حال تجاوز 45 يوم فإن البنوك أو البنك الإسلامي يعتبره أيضا حسنا لذلك
العميل على أن يتحقق من أهليته ومقدرته لعملية السداد، وإلا لا يتم التعامل معه لاحقا في عملية عدم سداده في حال عدم سداده لهذه أو ذلك المبلغ. هناك مجموعة من الخدمات التي تقدمها البنوك. من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك هي عملية قبول الودائع، ولذا سميت ببنوك الودائع كذلك. ممكن تسميتها ببنوك الودائع نسبة إلى الوظيفة الرئيسية التي تتمثل بها، وهي قبولها للودائع. تعتبر الوظيفة الرئيسية لها هي قبول الودائع. أيضا من الوظائف المتمثلة بعملية منح التسهيلات الائتمانية، كذلك بيع وشراء الأوراق المالية، تقديم التسهيلات الائتمانية، أيضا عمليات أيضا المتعلقة بصرف عملات كما ذكرنا قبل قليل، وأيضا القيام بعمليات الإصدار الأولي للأسهم والسندات، وكذلك عمليات تأجير الصناديق. هنالك أيضا ثلاثة وظائف رئيسية أو أهداف رئيسية للبنك، ألا وهي الربحية والسيولة والأمان، حيث أن الربحية تتمثل بمعدل العائد والسيولة والأمان يتمثلان بمعدل مدى تحمل البنك لدرجة المخاطرة، ولا بد من تحديدها مسبقا بالنسبة للبنك حتى لا يعني لا بد من توفير سيولة كافية. للبنك حتى يقابل ما يلزمه من عمليات ما يسمى ب السحوبات من الحسابات الجارية. في حال أن كان هنالك عمليات سحوبات مفاجئة، إنه لا بد من توفير سيولة كافية لعملية سداد تلك السحوبات. ننتقل الآن للحديث عن الهيكل الإداري والتنظيمي للبنك. يتمثل هيكل البنك من رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي، ويندرج تحت رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة، بينما يندرج الرئيس التنفيذي مجموعة من الأقسام المختلفة، أهمها الرقابة الداخلية، ذلك للرقابة على كافة أعمال البنك داخليا، أيضا قسم متعلق بالتخطيط الاستراتيجي، وكذلك إدارة المخاطر. ومن ثم تندرج مجموعة من الأقسام المكملة لبعضها البعض، أولها التسويق والعلاقات. ما هي هذا القسم؟ هو القسم المعني بعملية الدعاية والإعلان لكافة منتجات البنك. القسم الآخر متمثل بالخزانة والاستثمار. ما معنى هذا؟ في عمليات إجراءات المتمثلة بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية. القسم الذي يليه يتمثل بالمالية. ما هي هذا القسم أو ما هي وظيفته؟ وظيفة هذا القسم تتمثل بإعداد القوائم المالية من قائمة المركز المالي والأرباح والخسائر والتدفقات النقدية.
القسم الذي يليه ألا وهو التقنية والعمليات. ما هي هذا القسم؟ يتمثل بتقديم المساندة للفروع والإدارات الأخرى. القسم الذي يليه يتمثل بالموارد البشرية، مهمته عملية تدريب الموظفين وتقييم أدائهم وإعداد المكافآت لهم، وأيضا عمليات تحفيزهم وترغيبهم بالتدريب وفهمهم لمهام البنك. قسمين رئيسيين أيضا متعاملين بعملية المصرفية، أحدهما متعلق بمصرفية الأفراد مثلي مثلك عند ذهابنا إلى أحد البنوك لطلب تمويل من ذلك البنك، فإننا نذهب إلى مصرفية الأفراد، بينما هنالك قسم آخر مسماه بمصرفية الشركات. هذا القسم يتمثل ب أو متعلق ب الشركات، والشركات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. واضح. هذه الأقسام تعتبر ليست منافسة لبعضها البعض، وإنما هي بمثابة أقسام مكملة لبعضها البعض، وتعاملها تكاملي، تعاملها تكامل داخل البنك، ويعود إلى الرئيس التنفيذي والإدارات العليا بشكل عام. ننتقل الآن للحديث عن الخدمات المصرفية الأخرى المقدمة من قبل البنوك، حيث أن لكل خدمة هنالك عمولة يتقاضاها البنك، نظير إصداره مثلا للشيكات، مثلا يتقاضى البنك عمولة نظير هذا الإصدار. بالتالي المعيار الذي يفصل بين العمولة كأجر وأنها ليست ربا هو وجود خدمة فعلية. تحديد مبلغ العمولة كذلك بشكل قطعي وليس نسبي. يعني عند عملية التحويل مثلا مبلغ معين بقيمة 50,000 ريال من حساب داخلي إلى حساب خارجي، البنك قد يتحصل على عمولة نظير ذلك عملية التحويل. عملية التحويل هنا ليس أو قيمة عملية التحويل ليس لها علاقة بالعمولة التي يتقاضاها البنك، وإنما يتحصل البنك على مبلغ ثابت نظير تحويله لذلك المبلغ مثلا بقيمة 20 ريال أو 30 ريال أيا كان. واضح؟ طيب، مو نسبة محددة من قيمة الحوالة، وإنما مبلغ مقطوعا. مبلغ مقطوع ثابت قيمته 20 ريال مثلا، ويختلف من بنك إلى آخر، قد يختلف هذا المبلغ
من بنك إلى آخر على حسب سياسة خدمة ذلك البنك. ننتقل الآن لعمليات السحب على المكشوف والمتمثلة بالبطاقات الائتمانية أو ما يسمى بالجاري المدين. ما هي البطاقات الائتمانية؟ هي البطاقات المسمى لدينا هنا بالفيزا أو الماستر كارد. تصدرها كثير من البنوك لتمكين عاملها من عمليات الشراء من خلال هذه البطاقات حتى ولو لم يكن لديه رصيد كافي في حسابه الجاري. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عن طريق البنك بتمكين العميل من خلال هذه البطاقة بقيمة محددة مسبقاً يتم الاتفاق عليها بين البنك وبين العميل بقيمة مثلاً 5,000 ريال. كيف تحدد هذه 5,000 ريال مسبقاً؟ على حسب تعامل ذلك العميل مع ذلك البنك ومتوسط حسابه الجاري خلال مثلاً 6 أشهر ماضية أو على حسب راتبه المودع لدى ذلك البنك في حساب العميل. لنفترض أنه 5,000 ريال، يمكنك البنك من عملية السداد من خلال بطاقتك الائتمانية لمشترياتك أو لسداد فواتيرك، ولكن يلزمك السداد خلال 45 يوم. في حال عدم السداد بالنسبة للبنوك التقليدية يحسب عليك فائدة لعدم سدادك هذا المبلغ، بالنسبة للبنوك الإسلامية يعتبرها قرض حسن لا يلزمك فوائد عليه وإنما يلزمك سداد المبلغ فقط. قد يتساءل سائل ما هي فائدة هذه البطاقات إذن للبنك؟ فائدتها كسب أكبر قدر ممكن من العملاء، أيضا توظيف أموال البنك خلال هذه البطاقات الائتمانية، كذلك عمليات فتح الحسابات الجارية لأنه لا يمكنك البنك من الحصول على البطاقة الائتمانية إلا بعد فتحك لحساب جاري لديك. أيضا ما يحصله البنك من عوائد من خلال الاستخدام لهذه البطائق مثل الرسوم السنوية على هذه البطاقات الائتمانية. ما هي الفائدة بالنسبة للعميل؟ الفائدة بالنسبة للعميل أنه يمكن العميل من عملية سداد لبعض من مشترياته أو سداد فواتيره حتى ولو لم يكن لديه رصيد كافي في حسابه اللي إمكانية السحب النقدي، ولكن بشرط يضيق الحدود، وفي حال تم السحب النقدي فإنه يتقاضى البنك عمولة غير ذلك السحب النقدي، لأن البنك يشترط على العميل عند إصدار هذه البطاقات الائتمانية عدم السحب النقدي. عدم السحب النقدي واضح؟ ما هو الفرق بين البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي مدى العادية؟ مدى العادية لن تتمكن من عملية الشراء من خلالها إلا بوجود رصيد كافي يغطي عملية الشراء في حسابك الجاري، بينما البطاقات الائتمانية تستطيع حتى ولو لم يكن لديك رصيد كافي في الحساب الجاري، ولكن في حدود المبلغ المعطى لك مسبقا من قبل البنك. الخدمة الأولى وهي الشيكات السياحية. ما هي الشيكات السياحية؟ لنفترض أنك أردت السفر إلى إحدى البلدان، فما عليك إلا الذهاب إلى إحدى البنوك المحلية لطلب إصدار شيكات بالعملة الأجنبية للبلد الذي ستسافر إليه،
عند وصولك إلى ذلك البلد تذهب إلى أحد البنوك يتقبل ذلك البنك هذه الشيكات السياحية منك ويقوم بفتح حساب جاري لك بهذه بقيمة هذه الشيكات السياحية ويتم إيداع المبلغ في ذلك الحساب ويقوم بإصدار بطاقة مدى لك لكي تتمكن من عملية السحب لهذا المبلغ المودع في الحساب. فيما مضى كانت هذه الشركات السياحية كانت تستخدم بشكل كبير جدا حيث أنها كانت قبل استخدامات البطاقات الائتمانية هي الشكل الذي يستخدم به اليوم. أيضا من الخدمات التي تقدمها البنوك ألا وهي المقاصة. ما هي المقاصة؟ هي عملية تأكد من الشيكات أو من قيم الشيكات، عملية تسوية الحسابات بين البنوك. لنفترض أنني قمت بعملية تحرير شيك بقيمة 50,000 ريال مسحوب على حسابي لدى بنك إكس، وحرر لك أنت وحسابك أنت ببنك واي، وما عليك إلا الذهاب إلى بنك واي لإيداع ذلك الشيك بحسابك، ولكن يتطلب منك الأمر 3 أيام عمل من قبل بنك واي، وذلك لعملية تحقق من كون ذلك الشيك صدر فعلاً ومسحوب على البنك إكس، وأن القيمة متوفرة في الحساب وأن التواقيع صحيحة. كيف يتم التحقق؟ من خلال غرفة لدى البنك المركزي والمسمى لدينا بمؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك تفاديا لعمليات تضارب البنوك مع بعضها البعض. هنا يكون الحل من قبل البنك المركزي. واضح؟ أيضا من الخدمات التي تقدمها البنوك ألا وهي خدمة بيع وشراء الأسهم وكذلك السندات والقيام بأعمال الوساطة والسمسرة وتقديم الاستشارات. ما هو الحساب الجاري؟ الحساب الجاري هو عبارة عن حساب دائم يعطي للمتعامل مع البنك الحق في الإيداع بذلك الحساب أو السحب منه في أي وقت يشاء، إما نقداً أو من خلال الشيكات أو بإيصالات سحب نقدية على شباك الصراف أو من خلال الصرف أو الصراف الآلي. يعتبر الحساب الجاري قرض تحت الطلب، لا يتحمل المتعامل أي خسائر، وبالمقابل لا يستحق أي أرباح تقدير إيداعه لذلك المبلغ. إلا أن بعضا من البنوك تختلف في عملية التعامل مع الحساب الجاري، وهنالك 4 طرق مختلفة للتعامل مع الحساب الجاري. الأول منها لا يتقاضى البنك أي أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتبعه من خدمات كإصدار شيكات وبطاقات السحب الآلي، بينما الثاني أن يتقاضى البنك أجورا مقابل خدمة فتح الحساب الجاري وما يتبعه من خدمات، الثالث أن يتقاضى البنك أجورا مقابل فتح الحساب وإصدار الشيكات وبطاقات السحب الآلي بشرط إذا نقص رصيد العميل عن مبلغ معين في ذلك الحساب، مثلا 1,000 ريال أو 2,000 ريال أو أي مبلغ آخر يشترطه البنك. الرابع أن يمنح البنك العميل فائدة ربوية نظير فتح لذلك الحساب، وذلك ترغيبا له بفتح ذلك الحساب، ويعتبر هذا محرم شرعا، يجب على المسلم عدم التعامل به لا أخذا ولا أعطاء. هنالك حسابات أخرى يتمكن البنك من فتحها للعميل، وهي ما تسمى بالحسابات الاستثمارية.
يسرب البنك التقليدي على العميل عدم السحب من هذا الحساب الاستثماري أي وقت، وإنما يكون خلال فترة زمنية يتفق عليها البنك والعميل، ذلك المبلغ موضوع في الحساب الاستثماري، وليس للعميل أي حق يتصرف في هذا المبلغ إلا بعد انتهاء هذه المدة المتفق عليها. في المقابل البنوك الإسلامية قامت بعمليات فتح حسابات استثمارية لعملائها، ولكن بشروط معينة، ولكن قد يشرك ذلك العميل في عمليات الربح والخسارة، أي أن البنك يكون أو ذلك العميل يكون مشتركا مع البنك في ربحيته وخسارته، ولا يتم إيداع أو إعطاء ذلك العميل ربح ثابت نظير إيداعه في ذلك الحساب الاستثماري. هناك مجموعة من وسائل الدفع لدى البنوك، الأول منها الكمبيالة. ما هي الكمبيالة؟ ورقة تسحب على العميل من قبل البائع، وذلك لضمان سداده لمبلغ معين خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها. مثال على ذلك على الكمبيالة، نفترض أنك قمت بعملية أو رغبت بشراء سيارة وليس لديك المبلغ الكافي لشراء تلك السيارة، وقيمة هذه السيارة بمئة ألف ريال، تذهب إلى أحد البنوك المحلية تذهب إلى أحد المعارض لشراء تلك السيارة، وعند اتفاقكم مع بعضكم البعض لشراء تلك السيارة بهذه القيمة وبالأقساط، اتفقتم على أن تكون الأقساط عددها 20 قسط، قيمة كل قسط 5000 ريال، وبهذا لكي يضمن البائع حقه في هذه العملية فإنه يقوم بعملية سحب هذه الكمبيالة عليك أيها المشتري، وقيمة كل كمبيالة 5000 ريال ملزومة السداد، مستحقة السداد في نهاية كل شهر. عند نهاية الشهر الأول نفترض أن العميل قام بعملية السداد، كذلك في نهاية الشهر الثاني، عند بداية الشهر الثالث أحتاج ذلك التاجر إلى سيولة نقدية، وليس لديه سيولة نقدية كاش، بينما الذي لديه هو هذه الكمبيالات. ماذا يعمل؟ يذهب إلى أحد البنوك لبيع أو ما يسمى بتظهير هذه الكمبيالات، ولكن يشترط عليه البنك لتقبلها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، أي بأقل من 5000 ريال كل كمبيالة، قد يبيعها ب10900 مثلاً، على أن تسدد للبنك بقيمة 5000 ريال يلزم المشتري للسداد، وفي حالة عدم السداد المشتري أن البائع هو يلزم بعملية السداد. وهنا ذكرنا في الفروقات الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، أن البنوك التقليدية تتعامل ب الديون تتعامل بالديون النقدية، وهذا يعتبر من الديون النقدية ليست ديون تجارية، لأنه بيع مال بمال أقل منه، واضح؟ أو بمال عاجل بمقابل مال آجل، واضح؟ هذا لا يجوز، ولكن سحب الكمبيالة بذاتها هي حق مكتسب.
اكتسب لي البائع لكي يضمن حقه في السداد لاحقا. واضح الكمبيالة يا اخوان؟ طيب احسنتم. الوسيله الثانيه من وسائل الدفع الا وهي سند لامر شبيهه بالكمبياله ولكن بعدم وجود سلعه بين الطرفين، وانما هي ورقه تجاريه تحرر بين شخصين لاثبات ذمه ماليه واحده، فهو عباره عن وثيقه يتعهد بموجبها شخص معين بدفع مبلغ ما لشخص اخر في وقت لاحق يسمى تاريخ الاستحقاق. بمثابة ديونية بين تاجر وآخر، عملية سلفة، وقل لكي يضمن تاجر حقه في سداد هذه السلفة فإنه إيش؟ يحرر سند لأمر. الثالث من وسائل الدفع ألا وهي الشيك، وهي حاضرة مباشرة، بينما السند لأمر والكمبيالة تكون مؤجلة السداد في تاريخ لاحق. الشيك هو صك مكتوب وفق شكل يحدده النظام، يتضمن أمرا من الساحب أو المحرر إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع على الصك إلى المستفيد أو لمريه أو لحامله أو لآمر الساحب نفسه. واضح يا اخوان وسائل الدفع؟ طيب يا أخوان أحسنتم. ننتقل الآن للحديث عن الائتمان المصرفي. ما معنى الائتمان؟ كلمة ائتمان ما معنى؟ بمعنى أن يمنح الدائن المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها. يعني يمنحك ثقة عملية أو دفع مبلغ معين الآن على أن تقوم بعملية سداده لاحقا. عادة يستند الائتمان إلى مجموعة من الأسس والقواعد، أهمها توفر الأمان لأموال المصرف، الثاني تحقيق الربح، الثالث السيولة، كما أن هنالك بعض من المعايير التي لا بد من أخذها في الحسبان. ما هو مفهوم المعايير؟ هي وحدات للقياس يتم استخدامها لقياس نتائج وجهود النشاطات والعمليات التي تتم في المصرف. أنواع المعايير، إما أن تكون معايير كمية مثل تقديم كم خدمة خلال فترة زمنية محددة، نقدية مثال أن تكون
تكلفة تقديم الخدمة كذا من الريالات، نوعية، ما هي نوعية الخدمة المطلوب تقديمها، زمنية، أن يتم تقديم الخدمة في فترة زمنية محددة خلال كم. هنالك معايير وصفية أخرى كمية لتصنيف المخاطر. المعايير الوصفية وما تسمى بالنوعية يأخذ بعين الاعتبار 6 عناصر رئيسية، وكل عنصر من هذه العناصر يعطى وزن بنسبة معينة. مثال على ذلك، الصناعة التي تنتمي إليها الشركة يعطى لها بنسبة 10%، المركز التنافسي 15%، الأداء التشغيلي يأخذ 20%، التدفق النقدي يأخذ 25%، الوضع المالي للشركة تأخذ 15%، إدارة الشركة تأخذ 15%. لأن هذا النظام يأخذ مجموعة من العناصر ويقوم بدراستها ولا يعتمد فقط على عنصر واحد وهو سمعة العميل وتعامله السابق، وإنما لا بد من الأخذ بها الحسبان جميع الأمور المتعلقة بهذه المعايير. ستة عناصر. النوع الثاني من المعايير ألا وهي المعايير الكمية، يحسب عليها بنسب مالية رئيسية لكل منها وزن نسبي. هنالك 6 نسب مالية لهذا المعيار. الأول منها صافي رأس المال العامل يقسم على إجمالي الموجودات، الثاني منها الموجودات السائلة يقسم على إجمالي الموجودات، الثالث حقوق الملكية على الالتزامات الخارجية، الرابع صافي الربح قبل الضرائب على إجمالي الموجودات، النسبة الرابعة تتمثل بإجمالي الموجودات على الالتزامات الخارجية، والخامس يتمثل بصافي حقوق الملكية على إجمالي الموجودات الثابتة. هنالك عدة طرق لمعايير منح الائتمان، سنتعرف عليها بمشيئة الله تعالى في لقائنا القادم. لعلنا نكتفي بهذه الجزئية في هذا اللقاء، فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام أو بما تم شرعه خلال هذا اللقاء فليتفضل يا أخوان قبل أن نختم. أذكركم بوجود تكليف ذاتي أول في المنتدى تدارس، أمر من الجميع الدخول على المنتدى وذلك للإجابة على التكليفات الذاتية في حينها عند فتحها. أيضا أذكركم بضرورة مشاهدة المحاضرات المرئية قبل الحضور إلى اللقاءات القادمة حتى يتمكن الشخص منكم من فهم المقرر بشكل الصحيح. موجود في المنتدى، بإمكانكم الرجوع إليه في المنتدى يا أخوان، ومعرفة التوقيت لا يهمني الآن التوقيت، ولكن أنا أعددته وقمت بنشره في المنتدى، وبإمكانكم متى الوقت المحدد له من خلال المنتدى. طيب، أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر يتعلق بالمقرر يا أخوان بشكل عام؟ بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.